يقول هذا السائل: ما هي أقسام التأويل؟ تأويل قسمان: تأويل بمعنى التفسير، تأويل بمعنى التفسير، وتأويل بمعنى معرفة معاني الأشياء، ما تؤول إليه الأشياء وكيفيتها في المستقبل، هذا لا يعلمه إلا الله. نعم، يقول التأويل الذي بمعنى التفسير يعلمه العلماء، وأما التأويل الذي بمعنى مآل الأشياء وحقيقة الأشياء الغيبية هذه لا يعلمها إلا الله، ما يعلمها العلماء ولا أحد إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، يقول: وهل يدخل في معنى ذلك؟ اختلف الوقت في قوله جل وعلا: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إن كان المراد التفسير الراسخون في العلم يعلمونه كما أن الله يعلمه، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعني يعلمون التفسير إلا لا. وأما إن كان المراد بالتأويل ما يؤول إليه الشيء وحقائق الغيبيات هذه لا يعلمها إلا الله، ويكون الوقف على قوله: وما يعلم تأويله إلا الله. نعم، يقول: هل يدخل في معاني التأويل صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة صحيحة؟ هذا تفسير يا أخي، صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يدل على ذلك هذا تفسير، يدخل في التفسير. نعم، وهذا سائل يقول: وأما صرف اللفظ عن ظاهره من غير دليل فهذا تأويل باطل، مثل تأويل الصفات عند الأشاعرة والجهمية والمعتزلة، تأويل باطل هذا، صرفه عن ظاهرها من غير دليل يدل على ذلك هذا ضلال والعياذ بالله. نعم.